الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، قد انتهى عنا رمضان، لكن لم تنتهي الطاعات التي يقدمها العبد لربه سبحانه وتعالى، لم ينتهي قيام الليل. فإن العبد إذا استمر على الطاعة بعد رمضان فهذا دليل على قبول عمله في رمضان. أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته. فالمسلم إذا انتهى عنه رمضان وتوقفت المساجد عن صلاة الليل وقيام رمضان وصلاة التراويح، فلا ينبغي للمسلم أن يتوقف عن هذا. صل الوتر ولو ركعة واحدة لتكتب عند الله من قوام الليل كل ليلة. صل الوتر ولو ركعة تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد. إذا صليت العشاء فاجعل في نفسك ألا تنام إلا وقد صليت الوتر ولو ركعة، وإن صليته ثلاث فأفضل، وإن صليته خمسا فأفضل، لكن المهم ألا يمضي عليك ليلة إلا وقد صليت الوتر ولو ركعة واحدة. انتهى رمضان لكن لم ينتهي قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينبه على فضل هذا، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مطردة للداء عن الجسد. ويقول: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. فاحرص أيها المسلم، إن انتهى عنك رمضان وبيض الله وجهك وبارك فيك إذ صليت مع الناس، ونسأل الله أن يعظم لك الأجر، لكن احرص أيها المسلم إذا انتهى رمضان أن تستمر بعد رمضان على صلاة الوتر ولو ركعة واحدة.